أخوان وسيدان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم ألوان، وسنستمر معكم في اللون ذاته مع وجوه جديدة، حيث خصصت الحلقة الأولى من البرنامج للقراء التشاديين كما شاهدتموها. بينما شارك في هذه الحلقة نموذج مختلف دول العالم، إذ بات السؤال مطروحا عن معنى القراءة. معا لنتابع. القراءة تعني لي أشياء كثيرة، ومن هذه الأشياء الاكتشاف والبحث عن المجهول ومحاولة تشييد وبناء شخصيتي الفكرية والأدبية. إن كان الطعام غذاء الجسد، فالقراءة غذاء الروح والعقل، تفتح أمامي آفاق واسعة وتسمح لي بأن أعيش أكثر من حياة ما دامت واحدة لا تكفيني، ومهما أسهبت في وصفها فلن أبلغ المرام في ذلك. Reading makes man a full man. Reading is a precious treasure which gives us knowledge. It always leads us towards success. So let's try to be good readers. القراءة هي الحياة. أنا أقرأ إذن أنا حي. أنا أقرأ أنا أنمو. أنا أقرأ إذن عقلي يتطور، فكري يتطور. الإنسان الذي لا يقرأ هو إنسان ميت بين الأحياء. Bonjour, la lecture est cette clé qui nous ouvre les portes vers l'horizon. À travers la lecture, l'homme trouve sa satisfaction complète sur tous les domaines, ainsi l'ouvrant la porte vers le développement. القراءة نمو فكري يحتاجه كل إنسان، وجسر يعبر بها القارئ من بحر الجهل إلى بحر العلم والمعرفة. عندما تقرأ تغذي عقلك بمعلومة وتتعلم كيف تحترم آراء الآخرين. To mention two more things about reading, but I will mention some of them. For example, you train your mind when you're reading. You get too much information, and your mind with reading is like a gym. So read. القراءة منهاج حياة، وتعني إضافة ثقافة جديدة إلى ثقافتنا، وإضافة خبرة جديدة إلى خبراتنا، وهي الطريق الأمثل للسعادة. وإذا أردت أن تسعد إنسانا فحبب إليه القراءة. Reading is very important to human being. Who reads more sees more. The reader, life is thousands of lives before he dies. Keep reading. Try to read every day. See you to read every night. يقول جاحظ: أوفى صديق إن خلوت كتابي به أله إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي. القراءة هي الوسيلة اللي نقدر نثقف فيها من نفسنا ونعيد فيها بناء عقولنا، وهذه الثقافة لا تقاس بكمية الكتب اللي نقراها، بل لما تنعكس على شخصيتنا وأسلوب تفكيرنا. Hi, I have something to tell. Improve yourself by read a lot of different books. You know why? Reading can change the world in a good manner. Maybe you are one of them. القراءة رياضة العقل. فبالقراءة نحافظ على قوة وصحة العقل كما نحافظ بالرياضة على قوة الجسم. والقراءة تعني أيضا أن تواصل النمو، أن تكتشف طرق جديدة للتفكير والتطوير والإبداع. وكلما قرأت أكثر كلما ارتقيت أكثر. تريد أن تعرف ما حصل في الماضي؟ تريد أن تتوقع ما سيحصل في المستقبل؟ تريد أن تكتشف آلة تأخذك عبر الأزمان؟ عليك بالقراءة. القراءة اكتشاف سر الحياة. مرحبا، أنا آمنة من فلسطين. إحنا بنعيش بعالم مادي واحد، ولكن هناك عوالم مختلفة من الفكر والفلسفة والتاريخ والتجارب. كل إشي ممكن يغذي عقلنا. هاي العوالم موجودة بس بالكتب، اللي من خلالها ومن خلال التعرف عليها نبني عالمنا الخاص. القراءة بالنسبة إلي هي غذاء لعقلي وطريق لحتى استكشف عالمي الخاص من خلال الأشياء اللي بستفيد منها من الكتب. القراءة هي عوالم، مجرات انوجدت لحتى احنا نكتشفها، وبتمنى ان الكل يكتشف هاي العوالم من خلال القراءة. مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وبهذا نوجه لون القراءة الذي استمر معنا لحلقتين، وتلك الوجوه الجميلة التي استمرت معنا خلال هذه الحلقات. وإلى لقاء جديد مع وجوه جديدة ولون آخر، قد يكون لون الحب أو السعادة أو الجمال أو الصداقة أو أي لون آخر قد تختارونه أنتم أو أنا. وإلى جديد اللقاء.